درسنا اليوم إن شاء الله على تمثيل القوى في الفراغ، إزاي نمثل قوى في 3 دايمنشن. الأول هنراجع حاجات بسيطة من 2 دايمنشن. نقول كده، إحنا صحيح عندنا درسنا 3 دايمنشن، ولكن نقول لو قوة وقعت على محور، يعني فورس وقعت على محور الإكس أو محور الواي أو محور الزد، فأنا كاتب كده إذا وقعت قوة على محور فليس لها مركبات على المحاور الأخرى. على سبيل المثال الإف واحد دي اللي قدامنا، إزاي أمثلها؟ هي واقعة على محور الواي، فهتبقى الإف واحد بتساوي صفر في اتجاه الآي، ملهاش حاجة في الإكس، وإف واحد كلها في اتجاه الجي، وصفر في اتجاه الكي. يعني لاحظ بس ان هي ليها على الواي، والاتنين دول ليس لها مركبات لا في الاكس ولا في الزد، فقط على محورها اللي هو اكس او واي او زد على حسب هي تقع فين. كمان من التو دايمنشن عندنا لو القوة وقعت مثلا في مستوى الاكس واي، يعني قوة كده، او اكس مع زد قوة كده، او واي مع زد قوة اللي احنا شايفين، طب يبقى ليها مركبتين، واحدة في اتجاه، يعني كل محور ليه مركبة، فعندنا هنا في اتجاه الواي فيه وفي اتجاه الزد فيه. طب وبالنسبة للاكس؟ لا مفيش. فاذا وقعت قوة في مستوى فليس لها مركبة بالمحور العمودي. اف واحد هنا نمثلها ازاي؟ هي وقع في مستوى الواي مع الزد، انسى الاكس تماما، فاقول زيرو اي ملهاش في اتجاه الاكس، زائد اف واحد زاوية الثيتا مع محور واي يبقى كوساين ثيتا في اتجاه الجي، واف واحد في اتجاه الزد ساين ثيتا، وملهاش ليس لها مركبة بالمحور العمودي على المستوى، هي واقعة في مستوى الواي زد، دي ملهاش حاجة في اتجاه الاكس. طيب طرق تمثيل بقى القوة، عندنا 3 طرق أساسية في الشابتر ده. أول طريقة لو احنا عارفين الألفا والبيتا والجاما اللي هي زوايا الميل على محاور الإكس والواي والزد. هنا محور الإكس اسمه ألفا، زاوية اسمها ألفا، بالنسبة للواي 60 درجة، وبالنسبة للزي 45 درجة. طب يا عم احنا المفروض نكون عارفين ألفا وبيتا وجاما. عندنا قانون بيقول إن الكوساين تربيع ألفا مع الكوساين تربيع بيتا مع الكوساين تربيع جاما بتساوي واحد، فلو ادانا زاويتين اقدر اجيب الثالثة. طيب القوة دي لما نزلت هنا مركبتها في اتجاه الاكس موجبة اهي، مع كده ان الالفا من 0 لـ90، لو كانت سالبة هتبقى من 90 لـ180. طبعا 90 بالظبط هتبقى المركبة بصفر، دايما هستخدم الكوساين. تعالوا نشوف كده، لما همثل القوة اف دي هقول ايه؟ لو انا عارف الالفا والبيتا والجاما، انا عارف زاويتين جبت التالتة فبقيت عارفه، هقول اف كوساين الفا، طبعا لو 90 الكوساين بصفر، اي زائد اف كوساين بيتا جي. طب لو كانت الزاوية اكتر من 90 الكوساين تبقى بالسالب، فهي تقلب البلس تبقى سالب، زائد اف كوساين جاما في اتجاه الكي. يبقى دي اول طريقة لتمثيل القوى في الفراغ. لسه عندنا طريقتين.